ولا بد للإنسان قبل أن يقرأ في يعني عدالة الصحابة رضي الله عنهم أن يقرأ ما كتب أهل السنة عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن يفهموا كيف نظر أهل السنة لمسألة العصمة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى الناس، وجبت لهم العصمة عقلا وشرعا. هناك ظواهر جاءت في الكتاب والسنة، كيف تعامل أهل السنة مع هذه الظواهر بما يتلائم مع العصمة ومكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ بين أن الله بعث بشرا ولم يقل أنا بعثت إليكم ملائكة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ظواهر بشرية، يأكلون، يشربون، يمرضون، يتزوجون، أمور كثيرة جدا تتعلق بالبشر. كيف نفهم ما جرى في الكتاب والسنة؟ عندما أكل آدم من الشجرة، عندما موسى قتل الرجل، كيف يعني نفهم هذه الأمور ونتعامل معها بما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجبت لهم العصمة عقلا ونقلا؟ وذكر الإمام السنوسي رحمه الله في العقيدة الوسطى مبحثا خاصا عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكلم فيها كلاما يعني ممتازا، فليراجع. الذي يفهم مبحث العصمة يكون مقدمة له إلى مبحث عدالة الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم خير القرون، كلهم عدول، منهم ظهرت منه ظواهر ألفاظ، أفعال. كيف نفهم هذه الأفعال والظواهر على أنهم بشر، وكيف نثبت لهم العصمة؟ عندما أتكلم في رسالة العصمة إن شاء الله، رسالة العدالة، سأتكلم عليها بالتفصيل، لكن هذه إشارة بما أنني في هذه الرسالة تكلمت على النبوات وعلى عصمتهم، تمهيدا لعدالة الصحابة رضي الله عنهم، مع الفارق بين عدالة الصحابة رضي الله عنهم وبين عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.